التراث ليس مجرد ومضات من الماضي تأتي لتخبرنا كيف كانت حياة الأجداد، إنما هو روح الحضارة الإنسانية وقلبها النابض. وتتميز الحضارة الإماراتية بشكل عام بامتلاكها ثروة تراثية كبيرة، ليس على مستوى الأماكن الأثرية فحسب، ولكن أيضاً على مستوى الحرف والمهارات اليدوية التي تعكس صورة فنون راقية أسسها الأجداد بصبر نادر وإبداع ملهم. تروي كل منها قصصاً جميلة نسجت بأنامل من ذهب. تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة طويلة من الحرف التقليدية المتنوعة والتي حفرت في ذاكرة أهل الإمارات ولا تزال حية مزدهرة إلى اليوم. بعضها تمكنت الدولة من إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وعلى سبيل المثال للحصر التلي، وهي حرفة نسيج يدوي تقليدية تتميز بألوانها الزاهية وتصميماتها الجميلة، وتعتبر من أعرق فنون التطريز. كانت تصنع باستخدام خيوط من الفضة والذهب ومن خيوط الحرير والخوص المعدنية، وتنسج على أداة تسمى الكجوجة، وهي وسادة على قاعدة حديدية تثبت الخيوط عليها. يستخدم التلي في تزيين جميع أنواع الملابس النسائية من أثواب الأعراس والمناسبات الرسمية إلى الملابس اليومية. تحظى حرفة السدو بأهمية بالغة في التراث الإماراتي، ويعتبر السدو أحد أهم أنواع النسيج البدوي التقليدي، وغالباً ما يستخدم وبر الإبل أو شعر الماعز وصوف الغنم لحياكته. كما يعتبر البشت واحداً من أشهر الأزياء التي تصنع يدوياً، حيث يصنع من صوف الإبل أو الماعز، وتعتبر صناعته من أرقى أنواع الأزياء التقليدية وأغلاها ثمناً، فقيمتها تكمن في المواد التي تصنع منها وطريقة صنعها اليدوية. ويطرز البشت بالزري، الفروخة أو الطربوش، وهي زينة لملابس الرجال على شكل خيوط مضفرة توضع بشكل مستقيم وطولي على واجهة الكندورة أو الدشداشة، ويهتم الرجال بها لأنها تعطي المزيد من الهيبة والاحترام للهندام. صناعة الزربول، وهي جوارب مصنوعة من الصوف يستخدمها الرجال لاتقاء البرد وحماية من لدغ الحشرات السامة، وترتديها المرأة في فترة الحداد على وفاة زوجها. وغيرها الكثير من الحرف اليدوية المهمة، مثل صناعة السيوف والخناجر والحبال وتجريد الخوص وقرض البراقع والنجارة وصنع اليازرة والقراقير والسفافة والعطور والدخون والحلوى والفخار. وهنا نستذكر مقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه: لابد من الحفاظ على تراثنا لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة. وتسير الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وأبنائها على هذا النهج، وتحتفي بالحرف التقليدية من خلال تنظيم المهرجانات التراثية وحضور هذه الحرف في المناسبات الوطنية المهمة كافة، الأمر الذي يحفظ انتقالها والتعريف بها لأجيال المستقبل.